جائحة كورونا مرورها بتونس لم يكن سهلاً، إذ صنفت من الدول الأكثر تضرراً بالجائحة. فقد شهدت تونس العام الماضي إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية التي عرفتها منذ الاستقلال، وفاقمتها التجاذبات السياسية وتداعيات انتشار جائحة كورونا. قطاعات حيوية تضررت بشدة كالقطاعين الصحي والسياحي، وبلغ الدين العام مستويات قياسية، وتفاقم العجز في الميزانية عدا عن تسجيل قفزة كبيرة في نسب البطالة والتضخم. ورغم تعافي دول عديدة من تبعات الجائحة، فإن عدم الاستقرار السياسي حرم تونس من هذه الوضعية. فتعامل الحكومة التونسية مع الجائحة أحبط التونسيين، واعتبروا أن التخبط الحكومي في إدارة أزمة كورونا زادت أزمات تونس أزمة جديدة. بداية الرئيس قيس سعيد اعتبر أن التدهور الصحي خلال الجائحة كانت وراءه أهداف سياسية، وأنه أمر مدبر من أطراف داخل المنظومة السياسية، مصدراً أوامره للجيش وإدارة الصحة العسكرية بتولي إدارة الأزمة الصحية في البلاد. لتبدأ تونس في محاولاتها لتجاوز أزمتها الاقتصادية بمحادثات تقنية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار، محادثات تعطلت مرات عدة بسبب الجدل حول برنامج الإصلاحات لتستأنف رسمياً يوليو الحالي. ملوك الشيخ، الحدث.